بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا لكم من ميقات، هل وصلنا الكعبة اللي نسوي عمرها إن شاء الله للمرحوم محمد عمر طالب رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم رد ثوابه وما يسر حسابه، اللهم اجعل الجنة مأواه، اللهم اجعل قبره ورضي باب الجنة يا رب العالمين. اللهم نقي من الخطايا كما نقي من الأرض والدنس، اللهم اغسل بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل بماء الثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم ارحم وارحم أمواتنا وأمواتنا في أجمعين يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعفو عن أمواتنا يا كريم. اللهم ارحمنا وصل لهم الدعاء، اللهم اغفر لهم وصل لهم الدعاء، اللهم ارحم التلاوة والاستحسان. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. هلا بلشنا الطواف إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.